السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنحل مع بعض كويز كده أو موديل اكزام على كونكت بلس برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي يونت 1 و 2 و 3 طبقا لأحدث مواصفات امتحان الصف الرابع، وطبعا ده هيعرفنا شكل الامتحان ممكن يكون عامل ازاي. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي مع بعض بالسؤال ده. بيقول لنا هنا read and complete، اقرأ وأكمل the text القطعة with words in the box. فأول حاجة بيقول لنا a knot of animals is a group of animals that or the knot or very similar they are knot of species of animal on earth. والكلمات اللي هو مديها لنا different يعني مختلف، millions يعني ملايين، species يعني فصائل، same يعني نفس. فاول حاجه بيقول لنا a knot of animals is a group of animals، يبقى ايه هو ال group of animals او مجموعه الحيوانات؟ طبعا a species فصائل of animals الحيوانات is a group of animals هي مجموعة من الحيوانات that are the same نفس or very similar same اللي هم من نفس النوع or very similar أو متشابهين جدا. There are millions of species of animal on earth يعني في ملايين الفصائل من الحيوانات على كوكب الأرض. دي اول حاجه. طبعا القطعه اللي هو مديها لنا هنا لازم نستخدم الكلمات اللي هو مديها لنا فوق علشان نكمل بيها الفراغات دي. فيبقى اول حاجه a species of animal is a group of animals that are the same or very similar there are millions of species of animals on earth. طيب في السؤال ده بيقول لنا read and match، اقرا ووصل a with b، بس العمود A بالعمود B. فهنا بيقول لنا أول حاجة birds don't have، وبعدين parasport is an، وبعدين scribes worked for، وبعدين في number 4 بيقول لنا a predator is the animal that، وفي الكولم B أو العمود B بيقول لنا hunts and eats other animals. The ruling dynasties اللي هي السلالات يعني fur or hair فرو أو شعر، important area يعني منطقة مهمة in sports في عالم الرياضة. فأول حاجة birds don't have، المفروض birds don't have a fur or hair، هم عندهم feathers، يبقى birds don't have fur or hair دي number 1. طيب number 2 parasports is an، لو بصينا كده على الاختيارات مش هنلاقي غير important area in sports، الparasport هي منطقة مهمة في الألعاب الرياضية، يبقى parasport is an important area in sports. scribes work it for، طبعا لو بصينا على الإجابات هنا هنلاقيها the ruling of dynasties ruling of dynasties يعني السلالات الحاكمة، السلالات اللي فضلت باقية وعلى مر العصور على كوكب الأرض. أما number 4 فبيقول لنا a predator اللي هي الحيوانات المفترسة أو الحيوان المفترس is the animal that هو الحيوان اللي hunts بيصطاد and eats وبيأكل other animals الحيوانات الأخرى. يبقى predator is the animal that hunts and eat other animals. number 4 بيقول لنا read the text and answer the questions، هنقرا التكست دي وبعدين نجاوب على الquestions مع بعض. فبيقول لنا هنا Egypt is a country with a very long and interesting history، مصر هي بلد ليها تاريخ طويل وشيق. People started to live near the Nile. People started to live near the Nile. يعني الناس بدأت تعيش بالقرب من نهر النيل. About 9,000 years ago. من حوالي 9,000 سنة مضت. In 7,000
بي سي اي من حوالي 7000 سنة قبل الميلاد. At first في البداية there were two separate areas، كان هناك منطقتين منفصلتين. Lower Egypt مصر السفلى was in the north، was in the north كانت في الشمال. Where the Nile joined the sea في المكان اللي كانت في المكان اللي كان في نهر النيل بيصب في البحر. Upper Egypt، Upper Egypt مصر العليا. Was in the south، was in the south كانت في الجنوب. Where the Nile flows through the desert في المكان اللي بيتدفق فيه نهر النيل عبر الصحراء. Of Africa، of Africa الخاصة بأفريقيا. In about 3200 BCE في حوالي سنة 1200 قبل الميلاد. One pharaoh واحد من الفراعنة مينا اللي هو الفرعون مينا. Joined these two parts جمع أو وحد الجزئين دول. To unite the country of Egypt، to unite the country of Egypt علشان يوحد بلد مصر. طبعا ده الباراجراف اللي احنا قريناه مع بعض. فبيقول لنا هنا choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. There were two، كان في هناك two نقط areas in Egypt، كان في ايه بقى؟ united يعني متحدين، ولا similar متشابهين، ولا separated منفصلين، ولا joined متحدين؟ طبعا كان في separated areas in Egypt، كان في منطقتين منفصلتين في مصر. بيقول لنا في السؤال نمبر 2، in upper Egypt في مصر العليا، the Nile flows through the نقط of Africa، النهر النيل بيتدفق عبر الديزرت الصحاري، ولا lakes البحيرات، ولا oceans المحيطات، ولا farms المزارع. شاطرين طبعا deserts of Africa أو صحاري أفريقيا. طب في نمبر بي بيقول لنا answer the two questions، أجب على السؤالين التاليين. بيقول لنا where was lower Egypt، كان فين lower Egypt أو مصر السفلى؟ طبعا it was in the north، زي ما قلنا كانت في الشمال. طيب who was the pharaoh who united the parts of Egypt، مين الفرعون اللي وحد united the parts of Egypt أجزاء مصر؟ طبعا كان اسمه مينا، كان اسمه مينا أو موحد أو الملك مينا موحد القطرين. طيب the reader القصة كيامية summer أو صيف الخيامية. فبيقول لنا هنا read and write true or false وده عليه 2 marks. اقرأ واكتب true للصح يعني true صح، or false أو خطأ. وأول حاجة بيقول لنا في number 1 grandpa is sad، الجد حزين because he can't hear well now. طبعا دي false. في number 2 بيقول لنا زينب likes the كيامية design with flowers best، زينب بتحب تصميم الخيامية بالزهور أكتر. ده true ولا false؟ شاطرين طبعا ده true. في number B بيقول لنا choose the correct answer from A B C or D. أول حاجة بيقول لنا the كيامية school is going to، مدرسة الخيامية رايحة لكايرو القاهرة، ولا لوكسور الأقصر، ولا الإسماعيلية، ولا أسوان and طنطا. طبعا هما going to إسماعيلية and طنطا، هما رايحين لإسماعيلية وطنطا. Number 4 بيقول لنا زينب's friends، أصدقاء زينب want to learn، عايزين يتعلموا about، عن carpets السجاجيد، ولا خيامية الخيامية، ولا wool الصوف، ولا animals. طبعا هم عايزين يتعلموا about خيامية أو الخيامية. في الرايتنج بقى يا أصحابي number C بيقول لنا هنا reorder، أعد ترتيب the words to make correct sentence، أعد ترتيب الكلمات علشان تكون جملة صحيحة. فبيقول لنا هنا singing often Bedouin اللي هي بدوي يعني includes music، وطبعا لازم نبدأ بالكلمة المكتوبة بالريد لاين، فنبدأ ببدوين
المفروض نقول ايه بقى؟ شاطرين، هنقول Bedouin music. Bedouin music often includes singing. Bedouin music often includes singing. يعني الموسيقى البدوية بتتضمن أغاني. Bedouin music often includes singing. طيب في number two بيقول لنا will، يعني حسنا كان يستطيع some، بعض swim يسبح، invertebrates اللي هي اللافقاريات الحيوانات والكائنات اللي ما عندهاش عمود فقري، و very very يعني جدا. فهنبدأ بسم، طبعا هنقول سم invertebrates بعض اللافقاريات، can swim ممكن can swim تستطيع أن تسبح، very well بشكل جيد جدا. يبقى some invertebrates can swim very well. طب number three بيقول لنا through خلال أو عبر، nose أنف، breathe يتنفس، our ملكنا أو خاص بينا، air هواء، we نحن، in في. طبعا هنبتدي بوي، فهنقول we ايه يا أصحابي؟ شاطرين، هنقول we breathe in air، احنا بنتنفس الهواء، through our nose من خلال أنفنا. يبقى we breathe in air، احنا بنتنفس الهواء، through our nose من خلال أو عبر أنفنا. طبعا هنا بيقول لنا punctuate the following sentence أو حط علامات الترقيم. فبيقول لنا هنا Damietta Governorate محافظة دمياط is 910 square kilometers، هي طبعا مساحتها حوالي 910 كيلو متر مربع. طبعا أول حاجة هنكتب Damietta، هي اسم بلد، فكتب أول حرف فيها capital، وGovernorate برضو هيبقى capital، والجملة دي هيبقى في نهايتها، هي مش سؤال، فهيبقى في نهايتها full stop أو نقطة. يبقى أول حرف في الجملة لازم يكون capital، وكمان هو اسم بلد فلازم يكون capital، وGovernorate اللي هي اسم بلد أو محافظة لازم يكون capital، وآخر الجملة هنحط full stop أو نقطة. وآخر حاجة بيقول لنا write a paragraph of 18 words using the following guiding elements، اكتب باراجراف متكون من 18 كلمة، ومدي لك أربع كلمات لازم تستخدمهم: primary أولي، colors ألوان، secondary ثانوي، وcolors ألوان الألوان الأولية والألوان الثانوية. فطبعا احنا ممكن نقول primary colors are red, yellow and blue. We can't make these colors by mixing other colors، احنا ما نقدرش نكون الالوان دي بالوان تانية. We make secondary colors by mixing the three primary colors in different amounts، احنا ممكن بقى نكون secondary colors بان احنا نخلط primary colors مع بعض. وده طبعا انت ممكن تكتب اي paragraph تاني من 18 كلمة او من from 18 words من خيالك، المهم ان انت تكتب جمل صحيحة ويبقى ليها معنى. وده طبعا شكل من اشكال الامتحان طبقا لاخر تعديل خاص بالوزارة. الموضوع سهل، المهم ان احنا نتدرب مع بعض على حل الاسئلة. انا هسيب لكم رابط الكويز ده او الامتحان ده بالاجابة النموذجية بتاعته تحت الفيديو لو حابين تحلوه لوحدكم مرة تانية. والاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.